عصر الأزمنة والجراحة ومنقلتها أسوأ لأن إحنا ما قدرنا ثلاث شهور قطاع الزراعي مو متقطع الزراعي ما عمل التقطع متأخرة جدا وما صارت عملية قتل ولذلك أنا من قلت أسوأ سنة مرة يروحون إلى السودان لإيجار المبادرة اللي صارت حديثة كان لها بداية أسس صحيحة وهي دعم المنتج الوطني بمنع أو قلق الحدود علما بأن الحدود كانت توجد بها تهريب كبير جدا من وهذا التهريب يؤدي إلى تدمير البنية التحتية لكل المشاريع الثروة الحيوانية مو فقط الأسماك. احنا إن أمل كبير بدعم المنتوج الوطني بغلق الحدود من دول الجوار هذه الدول التي بالتالي تدمر المشاريع الاقتصادية الثروة الحيوانية ومن ضمنها الأسماك. إن أمل كبير بتطوير هذا القطاع والآن اللي صارت في الآونة الأخيرة من شحة حبوب وزيادة أسعار العلاف أدت إلى أيضا يعني عدم تربية أسماك وباقي الثروة الحيوانية من ضمنها الدواجن وبالتالي يؤثر على السوق العراقي ونلجأ إلى التصدير. نحن لنا أمل كبير بقطع الاستيراد والاعتماد على المنتوج الوطني العراقي. كان هدفنا من هذه الورشة هو أن نجمع ما بين صانع القرار وما بين المعنيين في القطاع الزراعي تحت سقف واحد ترعاه طبعا مؤسسة الزوراء للتطوير الاقتصادي. سوف نعمل على طرح بحوث دراسية مهمة جدا في القطاع الزراعي وكذلك بالقطاع الثروة الحيوانية المهمة، وهناك تحديات وهناك معوقات تواجه هذا القطاع طرحناها طبعا على شكل أسئلة ومحاور إلى صانع القرار من أجل تذليلها، لأنه تعرف اليوم القطاع الزراعي قطاع مهم ويعتبر أحد المرتكزات المهمة جدا في دعم الاقتصاد العراقي. نحن نعتقد في نقابة المهندسين الزراعيين العراقية أن القطاع الزراعي هو الضامن الحقيقي لتعزيز الدخل الأمن الغذائي العراقي، ولهذا نعتقد أن هذه الورشة هي مقدمة من المقدمات لإعداد مؤتمر زراعي ترعاه الأمانة العامة لمؤسسة الزراعة بالتنسيق مع الجهات القطاعية وزارة الزراعة والموارد المائية ونقابة المهندسين الزراعيين وإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية ونقابة الأطباء البيطريين. نحن نؤمن أن الأمن الغذائي لا يتحقق إلا بالنهوض بالقطاع الزراعي، وبدون قطاع زراعي لا يمكن أن يكون أمن غذائي خصوصا في المرحلة الراهنة. نحن نعتقد أن الاستثمار في القطاع الزراعي مقدماته إيجابية نحو النهوض بهذا القطاع وتوفير أفضل وتوفير أكثر الفرص للمهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل والغير معينين في دوائر الدولة. البرلمان بيجمعهم من ضمن اللجنة المالية كنا حاضرين بسبب ارتفاع الأسعار. شنو اللي راح يقدم وزارة الزراعة حتى تدعم الفلاح والغذائي؟ تعهدنا بتوفير كافة حصة الأسمدة للفلاحين بالموسم. ما يحتاج ان نروح الى هذا، يعني هاي العلماء مال مركز ايباء اكثر كامله توكل على المخزين. شلون العراق كله مستورد 400 الى 500 الف طن سمك.